أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس نريد نشتغل في Admin Dashboard. قبل ما نبدي ونشتغل في Admin Dashboard، عندنا bug في هذا البيج لازم نحلها، وبعدين نروح ونشتغل في Admin Dashboard. هنا أنا في بروفايل مال علي، وعلي عنده بعض البوست. من أعمل Update للبروفايل، لاحظ راح أغير هذا على سبيل المثال، Hello I am Ali from Iraq، وأضغط على Update Profile. عمل الأبديت للبروفايل ولكن البوست ما نشوفها، المشكلة في الباك إند. فأفتح الـ Visual Studio Code، Control P أفتح الـ User Controller. في User Controller عندي هذا Update User Profile. في Update User Profile من نعمل Update للبروفايل نرجع الـ Updated Profile يعني Updated User إلى الكلاينت. لازم أيضا نرسل مع هذا الـ Post. فهنا أكتب dot populate post، هذا يعني جيب اليوزر مع كل البوست اللي مالته. اجي الى الويب براوزر، اعمل ريلود، ابديت بروفايل، هلو ماي نيم از علي، ابديت بروفايل، عمل ابديت وكل البوست عندي وكل شيء اوكي. جميل، نجي الى ادمن داشبورد. طبعا في ادمن داشبورد عندنا شغل كثير، يعني لازم نعمل فيتش للكاتيجوريز، للبوست، لليوزرز، وعندنا التابلز. في هذا الدرس نريد نشتغل فقط على الكاتيجوريز. نكمل الكاتيجوريز، وفي الدروس القادمة راح نشتغل على البوست واليوزرز والكومنتس. فأجي إلى Visual Studio Code، أسد اليوزرز كنترولر، كنترول بي أفتح الكاتيجوري API Call. هنا احنا كتبنا fetch لall categories في الدروس السابقة. اريد اعمل run لهذا الfunction في admin main component على مود احصل على الcategories count. control p افتح category slice هذا، وفي categories slice عندنا الcategories array. جميل، افتح الادمن مين، ادمن مين. في ادمن مين في هذا الدرس اريد اعمل run لهذا الفانكشن، وايضا اخذ الكاتيجوريز اري من الكاتيجوري سلايس. فهنا احتاج اليوز ديسباتش ويوز سيلكتور، امبورت فروم رياكت ريدوكس اليوز ديسباتش وليوز سيلكتور، كونست ديسباتش يساوي يوز ديسباتش، كونست كاتيجوريز يساوي يوز سيلكتور، استيت جوز تو استيت دوت كاتيجوري، واكتب هنا يوز افكت. وفي use effect اكتب dispatch fetch categories هذا، وعندي الكاتيجوريز. اريد الكاتيجوريز length، يعني اريد اعرف كم كاتيجوري عندي في هذا الاري. لازم اكتبها بشكل صح، categories، وانزل هنا. هنا عندي categories، أنا هنا مخلي رقم 10 يعني hard coding. أمسح هذا وأكتب categories dot length. أنا عندي 9 category في الdatabase. أجي لاحظ 9، يعني يأخذ categories count من السيرفر. نجي ونشتغل في add new category. في هذا الدرس بعد ما راح نشتغل في admin main، أسدها
في category slice هنا راح أضيف اثنين action، action ل create category و action ل delete category. شوي أنزل وهنا أكتب add category state action state.categories.push action.payload وأكتب action آخر delete category state action state.categories يساوي state.categories.filter c goes to c.id لا يساوي action.payload. كملنا الشغل في category slice. أسد ال category slice. أريد أكتب هنا اثنين API call. API call لل create category و API call لل delete category. أعمل copy لهذا. Control C. أسد ال function. وأنزل. create category لازم يعطيني ال new category المسار API categories والmethod post ولازم أعطي ال new category ولازم أرسل ال bearer token فأكتب headers authorization bearer زائد أجيب ال get state get state get state dot auth dot user dot token وفي dispatch category actions dot add category وجواها toast dot success category created successfully وراح أعمل copy من هذا الفانكشن Control C وأكتب ال delete category function جواها على مود نكمل ال category API call أكتب هنا delete category أغير الاسم إلى delete category وهنا أريد ال category ID والميثود طبعا delete المسار API categories category ID أغير هذا إلى backtick category ID وأمسح ال new category وأخلي ال headers وفي dispatch أكتب delete category يعني category action delete category وأعطيه data dot category ID وفي toast أمسح هذا أكتب data dot message يعني من نعمل delete للكاتيجوري السيرفر يرسل لنا الكاتيجوري ID والمسج أول شي راح نعمل run لcreate category Control P أفتح ال add category form لازم أعمل import لuse dispatch وهنا أكتب const dispatch يساوي use dispatch وهنا في form submit handler لازم أعمل run لcreate category API call أكتب dispatch create category هذا وهذا يريد مني ال new category أفتح object وأعطي ال title ال title أخذها من ال state وآخر شيء أكتب set title to string فارغ نرجع للبراوزر ونشوف add new category أعمل reload أول شيء أكتب new category عندنا حاليا 9 كاتيجوري add لاحظ
اعطاني مسج كاتيجوري كرييتد سكسسفولي وعدنا 10 كاتيجوري. كملنا الشغل للكاتيجوري هنا. نجي الى الكاتيجوريز تيبل. افتح الكاتيجوريز تيبل. اول شي لازم اعمل فيتش للكاتيجوريز من السيرفر وبعدين نشتغل على الديليت. نرجع للفيجوال ستوديو كود، كنترول بي افتح الكاتيجوري تيبل، نسيت الاسم طبعا، خلي اشوف هنا في ادمن كاتيجوريز تيبل، هذا صحيح. في كاتيجوريز تيبل اول شي نريد نعمل فيتش لأول كاتيجوريز، يعني لهذا الفانكشن هذا فيتش كاتيجوريز، وناخذ الكاتيجوريز من السيرفر. هنا في كاتيجوريز تيبل حاليا اخذ الكاتيجوريز منين؟ مسوي هارد كودينج، لازم اخذ الكاتيجوريز من السيرفر. فهنا نحتاج اليوز ديسباتش واليوز سيلكتور. اعمل كوبي من اليوز ديسباتش في اد كاتيجوري فورم هنا، كنترول سي، واجيبها هنا، وايضا للديسباتش هذا كنترول سي، اسد الاد كاتيجوري فورم، وهنا اخلي الديسباتش، وايضا اريد اليوز سيلكتور، وجوه هذا اكتب كونست كاتيجوريز يساوي يوز سيلكتور ستيت جوز تو ستيت دوت كاتيجوري، ولازم اكتبها في يوز افكت. اكتب هنا يوز افكت، يعني ال API call function لازم اكتبها في use effect dispatch fetch categories، وعندي ال categories array. انزل هنا امسح هذا واكتب categories.map. جميل. طبعا ال key راح تكون item.id، وايضا اريد ال index في بارامتر الثاني من الماب. هنا بدلا من الايتم اكتب اندكس، اندكس زائد واحد، وهنا اني كتبت ميوزك. لازم اخلي الكاتيجوري تايتل، افتح اوبجكت واخليه ايتم دوت تايتل. نرجع ونشوف. جميل، لاحظ هنا عندي الكاتيجوري تايتل. جميل جدا، كل الكاتيجوري الموجودة في الداتا بس عندي هنا. نجي ونشتغل على ديليت كاتيجوري. اجي هنا، هذا ديليت كاتيجوري، انزل امسح الالس هنا، اغير هذا الى is okay is okay، وهنا اكتب dispatch delete category، هذا delete category، وهذا يريد مني الكاتيجوري اي دي، اعطي الكاتيجوري اي دي. الكاتيجوري اي دي لازم ناخذها منين؟ من البارامتر من هذا الفانكشن هذا. واجي هنا في الماب، عندي هنا delete category، وهذا ال delete category handler، هذا يريد مني ال category.id، فأكتب هنا item.id، ولازم نكتبها ك arrow function على مود تشتغل. جميل، نرجع للبراوزر، أعمل reload، راح امسح هذا الكاتيجوري نيو كاتيجوري ديليت اوكي، مسح الكاتيجوري واعطاني المسج كل شيء اوكي. امسح هذا الكاتيجوري بروجرامينج، مسحها. جميل جدا، واجي في ادمن داشبورد اضيف كاتيجوري بروجرامينج اد،
ضاف نيو كاتيجوري. كملنا الكاتيجوريز. في الدرس القادم راح نشتغل على اليوزرز. شكرا جزيلا لكم وأراكم في الدرس القادم.